كنا شرحنا مع بعض الاستفاضة الريكتفاير، وقلنا فرق عن الريكتفاير العادي حته اللي هي ايه السمول سيجنال اللي هي بالميلي او المايكرو، نعرف نعدي منها. الدروب اللي بياخده الدايور نتيجه البوينت 7 ده مش هيبان. وشفنا بقى حكايه هاف ويف وفول ويف وحكايه الساتوريشن بتاع القلب واثنين دايود وان دايود، كل ده بيعمل ايه. الابلكيشن الثاني المهم اللي هو اسمه بيك ديتكت، اللي هو مهم يعني في التطبيقات ده برضه في دايود. فتعالى نقول فيرست اهو نشوف دايره عاديه خالص نحللها الاول وبعدين نشوف الثانيه بالنسبه لها ايه. فيرست كونسيدر ذا شون سيت، هي برضه دايره من اللي انت اتعودت عليها. اروح جاي الدايره فيها كباستور فيها دايود، واخد الاوتبوت على الدايود ده اللي هو السورس بتاعنا. هو طبعا الكلام ده ملوش دعوه بشكل السورس، لكن الشرط بيبقى على الساين ويف ابسط او دايما الناس بتتقبله. تعال نفترض ان في سورس ده سيجنال ساين ويف، لما اجي ارسمها مع القايمة عامله كده. دي البيك بتاعتها اهي. افترض برضو ان زي ما قلنا كده الدايود، كلمه الدايود ايديال دي لا تعني ان هو ايديال، تعني ان هو الدروب بتاعه نجلكتد جنب مين؟ جنب السورس اللي محطوط، يعني البوينت 7 اللي هنا دي لا قيمه لها جنب الفولت اللي جاي هنا، يعني نفترض ده بالفولت حاجه كبيره يعني. فور اكزامبل مثلا افترض ان دي 10 فولت. افترض فبالنسبه لها الدايود دروب، يعني اقول كده بقى اسيوم يعني اللي يبقى الكلام واضح اهو، ان البي دايود نجلكتد ريلاتيف تو البي سورس. فده معناه انك تقول ان الدايود ده كده كانه اي، مش معناها ان هو في دايود اي. فتقدر تقول بقى هاسيوم ان البي دايود ده كانه صفر طالما هو نجلكتد يعني. فتعالى نقول بقى انه مبدئيا افترض ان الكباستور ده فولي ديسشارج، يعني اذا مع بدايه الدايره كان الكباستور معلوش اي شحنه. اول ما السيجنال بتاعت السورس نسيب كده زي ما انت شايف الطريق يحاول يمر ازاي، يعني في سورس بدا يزيد في الموجه، يبقى الطريق عايز يمشي ازاي؟ عايز يمشي كده كده، يبقى هيعمل ايه في الكباستور؟ مش هيشحن. اذا فرضنا ان الدايود دروب نجلكتد جنب السورس، يبقى كان كل الفولت اللي جاي من السورس رايح على مين؟ على الكباستور. يبقى لو جينا نرسم شكل الفولت اللي على الكباستور اللي موجود في الدايره دي هيمشي كده. ادي الفي سور الكباستور بقى اهو مع الطاير. نفترض الفي كباستور طبقا لاتجاه مرور التيار ماشي كده، يبقى الفي كباستور هيمشي كده اهو. هيوصل لكام؟ هيوصل للبي. ليه هيوصل للبي؟ تقريبا لانه قلنا ان الدايود كانه ايه؟ الدروب بتاعه نجلكت، فخلاص مش هطرح اي حاجه من الصوت. طبعا براكتيكال المفروض ان البدايه دي تبتدي من اول فين؟ يعني هل هو يبتدي من اول زي ولا لا؟ يعني مش هيكونتاكت الا بعد كام؟ بوينت 7. ولما يجي يوصل مش هيوصل لمين؟ للفي بي، لا ده الفي بي ماينس الايه؟ البوينت 7. بس لما تيجي ترسم الرسمه تو سكيل تلاقي الحته دي قريبه جدا من زيرو، وتلاقي الحته الثانيه قريبه جدا من ايه؟ من الفي بي. فبالتالي الرسمه تبان كانك ما عندكش دروب على الدايره. خلاص؟ ليه؟ يعني في البدايه خالص كان هو ما عملش اي شرط. يبقى نقول بقى كده انتل تي واحد، يعني من اول زيرو، يعني اول تي سو صفر او تي اكبر من صفر لحد تي 1. هنختار بقى من الاول بس ان تي ماينس تي ماينس البي كباستور كان بصفر، يعني في بدايه خالص كان الكباستور بزيرو. تي بقى من صفر لتي 1 يبقى الدايود او الكباستور از ديسشارجنج فروم الفي اس. خلاص؟ بين قوسين بقى هنقول كده الفي سي ابروكسيمتلي قد الفي سورس، هنفترض ان الدايود دروب نجلكتد جنب الفي سورس. طيب ات تي 1 بقى، ات تي بتساوي تي 1، الفي كباستور وصل لحد البي بي. خلاص؟ افتر بقى تي 1، يعني دي بقى اكبر من تي 1. كده وصلنا عند تي 1 خلاص. عند اي زمن بقى اكبر من تي 1؟ الفي سورس بيحصل له ايه على الرسمه؟ بيقل. بينما الكباستور عليه كام؟ هو الكباستور
الحاجات اللي فيه انه ما يقدرش يغير انستنتينس، يعني ما يعرفش يغير نفسه مع الجهد اللي بيضاف قدامه، اللي بيعمل الكلام ده ريزيستنس. انما اي حاجه بتشحن وتفرك ما ينفعش ايه؟ صادق تقول له روح اعمل الحركه دي. فهو انستنتينسلي هيفضل واقف على كام؟ على في بي، وايل في سورس بيحصل له ايه؟ بيقل. يبقى معناها ان الديود عليه فولت بالموجب ولا بالسالب؟ يعني في الفتره اللي هي جايه هنا دي كده. الفي ديود كاكسبريشن بكام؟ بدلاله في سي وفي سورس. الفي ديود بيساوي الفي سورس ناقص مين؟ الفي كاباسيتور. الفي سورس ناقص الفي كاباسيتور. عند بعد اللحظه دي بعد دي 1 كان الفي كاباسيتور بكام؟ الفي بي. بينما الفي سورس ماله؟ اقل من في بي. الفي سورس ده كده اقل من في بي. يبقى فرق الجهد ده اصبح ايه؟ نيجاتيف. يبقى الفي ده كده اصبح نيجاتيف. يبقى معناها الدايود ماله؟ ريفرس. ريفرس يبان كانه اوبن سيل. هو براكتيكالي يبان كانه ريزيستنس كبيره قوي. لكن الريزيستنس الكبيره قوي دي مش هتسمح ان التيار اللي يمر فيها بقيمه معقوله. فبالتالي نتيجه هذا الكلام كان ده اوفر اهو. الكباستور يعمل ايه؟ ما يلاقيش اي باط يفرح فيه. خلاص؟ يبقى هيثبت على كام؟ على الفي بي اللي هي يعني اي تايم اكبر من تي 1 بقى الدايود ريفيرس بين قوسين بقى الفي كباستور اكبر من الفي سورس. فيبقى ده هو ريفيرس. يبقى معناها ان الكباستور إيه بقى يعني إيه؟ مفيش باط نو باست وديس تشارج لإيه؟ الكباستور. كده نو باط تو ديس تشارج الكباستور. يبقى معنى الكلام ده بقى كونكلوجن يعني، يبقى الفولت بتاع الكباستور سيبك على كام؟ ده كده فاينل كده كأن آخر الكلام عايز يقوله ده إن معناه إن الفي كباستور بص للفي بي واقف عليه. خلاص؟ زي ما مرسوم قدامك في الرسمه كده وقف على في بي. طب لو انا كملت معاك بقى اناليسيز ولا ده مش مطلوب للدائره بتاعتنا بس يبقى بالمره قلناها. لو قلت لك ارسم في اوت تطلع عامل ازاي؟ لو قلت لك ارسم الفي اوت يعني على نفس الجراف ده ارسم شكل الفي اوت بتاع عامل ازاي؟ يبقى حاجه كويسه. هو الفي اوت عباره عن ايه؟ في سورس ناقص مين؟ في كباس. فاول ربع سايكل هما الاثنين بيساووا بعض. يبقى الفي اوت بكام؟ بزيرو. يبقى لو انا مشيت مع الرسمه دي كده ورسمت الاوت بقى باسود هيمشي كده زيرو. تعمل ده بس فوق الازرق عشان يبقى كل الجمل ايه؟ او كل الرسمه ماشيه بدون واحد. بعد دي بقى ايه اللي هيحصل؟ بعد تي 1 يبقى ايه اللي هيحصل؟ الفولت بتاع السورس ينزل. لكن الفي كباس على كام؟ على في بي بطبقا للمعدل اللي بتقول فيها للاوتبوت. هو ده ما استخدم. يبقى يحصل ايه للاوتبوت؟ لانه بيعمل ايه بقى؟ بيعمل شيفت لتحت. صح كده؟ بدليل اهو ان عند النقطه دي ده بيك وده بيك فالتاني صفر. عند النقطه دي بقى ايه اللي حصل؟ الفولت بتاع السورس بكام؟ بزيرو. بينما الفي كاباستور بكام؟ في بي بي لما طرحنا من بعض يديني ايه؟ ماينس في بي. يبقى دي هتنزل كده لماينس في بي تاني. طب اللي بعديها بقى اللي هي عند الايه؟ عند النقطة النيجاتيف دي. ده كان كام؟ ماينس في بي. هطرح منه كام؟ ماينس في بي تاني صح؟ يبقى يديني كام؟ ماينس 2 في بي. يبقى ينزل كده. يبقى ينزل ده كده عند ماينس 2 في بي. طب بعد كده ايه؟ عند النقطة اللي هي بتاع الزيرو دي يديني تاني؟ هي في بي أو اللي هي اس ماينس في بي. يمشي كده. عند الفي بي اللي هي البوزيتيف اللي هي جايه بعد كده يعني هيطلع بكام؟ بزيرو. بعمل ايه؟ بتاع الشكل ده عامل ايه؟ يبقى الرسمه اللي هي الريسو دي اللي تحت اللي هي الفي اوت. الرسمه اللي بنزلها ده اللي هو الفي كباس. خلاص؟ الكلام ده يفهم منه ايه بقى؟ يفهم منه دي اللي كانوا زمان بيديها لنا يقول لك عليها اسمها الكلامبنج سيرك. ايه الكلامبنج دي؟ ما كانت تطبيقات الدايود اللي انت خدتها زمان في الدايود كانت ريكتيفاير او ويف اوف ويف وحاجه اسمها ايه؟ كليبنج اللي هو يروح قاطع الويف فورم لو زادت على ليفل معين او قلت على ليفل معين. واحد التطبيقات الاخرى كان اسمه ايه؟ كلامبنج. كلامبنج يعني بص كده شكل الويف فورم تجاهل شويه الربع سايكل الاولاني لانه مش هيتكرر. تجاهل الربع سايكل الاولاني لان ده ايه؟ انستنتينيوس يعني حاجه في الاول بس ترانزيت.
الباقي كله هو اللي هنشوفه انت. فلو بصيت على دي وقارنتها بالسورس ايه العلاقه اللي بينهم؟ لو قارنت على الشكل ده بالشكل اللي انت شايفه في السورس تقدر تقول عليه ايه؟ ان هو نفس الساين ويف بس خليت اعلى نقطه بكام؟ بزيرو. يعني كان انا عملت ايه؟ رحت جاري رابط الويف فورم من هنا. عشان كده سموها كلام. يعني هو عمل ايه بقى كده؟ كانه عمل ايه؟ ربط البيت بتاعه الاشاره عند نقطه معينه. عشان كده سموها ايه؟ كلام. طب انا استفيد منها ايه؟ قبل ما نكمل يعني. استفيد منها حاجه مهمه قوي، افرض ان انا عندي سيستم او حته هنا سب سيستم بيطلع سيجنال. ده سب سيستم اهو او بلوك في الدايره بتاعته. وفي سب سيستم تاني هيستلم منك الاشاره دي. عايز ده يوصل لده كده. بس انت عندك في مشكله انك بتخشى على الدايره دي من فولت معين، يعني لو الفولت عالي على ليفل معين هيعمل ايه؟ هيحرق الدايره اللي جايه، فانت خايف منه. فعايز تعمل ايه عشان تحمي الدايره اللي جايه؟ تحميها، مش دي شغاله صح ولا غلط؟ عايز تحميها. فخدت دايره اسمها ايه الاول؟ كليبنج. كليبنج كان بترسمه ازاي؟ كان بيعمل كده، يروح حاطط ريزيستنس ودايود وبطاريه. او بدل دول يحط مين؟ زيلر دايره. الدايره دي كانت بتعمل لك ايه بقى؟ اي ويف فورم جايه لك من هنا اعلى من الفولت بتاع البطاريه. الدايود هيبقى ايه؟ اي ويف فورم هنا تجي لك اهو اعلى من الفولت بتاع البطاريه. الدايود هيبقى ايه؟ فورورد يدينا ايه؟ كانه لو هو اعتبرنا حكايه طيب دي. فشورت سيت يبقى الجهد بتاع الاول بكام؟ بفي بتا. يبقى معناها اعلى جهد هتشوف الدايره مين؟ يبقى لو جالك ساين ويف هنا اهو عامله كده تيجي هنا تبقى عامل ازاي؟ ماشيين كده ومقطوع وبعدين تنزل كده مقطوع. مين الفولت ده بقى اللي انت خايف عليه بيعمل ايه في الدايره دي؟ يحرق الدايره اللي جايه دي هتشتغل غلط؟ اه هتشتغل غلط، هيحصل لها ديستورشن لان المفروض الويف فورم تجي لها عدل واحد قطعها. بس اهم حاجه انه عمل ايه؟ ضمن ان الدايره بتاعته ما تتحرقش. طب بص بقى للدايره دي احنا عملناها جديد دلوقتي. تقول ايه عليها ريلاتيف للكلام اللي اتشرح هنا؟ الدايره دي عيبها انك بتعمل ايه لو الاشاره زادت عن في بدل؟ بتروح اتعاقب، ما بيرحمش زي ما بيقولوا يعني. الدايره دي عملت ايه؟ خلت لك اعلى نقطه في الدايره، اعلى نقطه في الاشاره بكام؟ مثلا بزيرو. كلها نيجاتيف يعني، يعني معناها لو هو خايف من اي حاجه بوستيف الدايره دي حاميه ولا لا؟ هو خايف من اي سيجنال بوستيف. مش تبقى الدايره دي حاميه؟ الجديده دي. بس اللي كسبته ايه بقى؟ في حاجه اتقطعت من الاشاره؟ يعني في حصل كليبنج يعني ولا هي نفس الشكل؟ هي نفس الشكل. طب افرض في حد كان عايز يخلي دي فوق شويه. يعني مش عايز يخلي اعلى نقطه هي الصفر. عايز يخلي اعلى نقطه 3 فولت. يعمل ايه في الدايره؟ حط بطاريه 3 فولت ان سيريز مع مين؟ مع الدايود. يعني جرب انت كده في البيت حط بطاريه 3 فولت مثلا مع الدايود ان سيريز. هتلاقي الويف فورم دي كلها حصل لها ايه؟ اتحركت لفوق بحيث اعلى نقطه كام؟ بس ستيل مفيش حاجه اتقطعت منها. فهي انجح من الدايره اللي فاتت في اني باخد نفس شكل الويف فورم بس بحمي الدايره اللي بعد. خلاص بس بحمي الدايره ايه؟ ده اللي اسمه كلامبنج او اللي هي بقى ايه انما احنا الابلكيشن اللي كاتبينه احنا ايه؟ بيج ديتكتور. فين بقى البيج ديتكتور هنا؟ ان انا ابص على الكباستور. يعني الفولت على الكباستور كده واقف على كام؟ على البيك بتاع السيجنال. بما ان الفولت بقى او فاير البي سي بتساوي بيك يبقى ده عشان كده سماها ايه؟ بيك ديتكتور. بس انت بقى المفروض واخد على ان الدايره لما تيجي تترسم واخلي حته منها اسمها اوتبوت. الاوتبوت يعني عشان اقول ان دي بيك ديتكتور باخد الاوتبوت سلو مين؟ يعني انا واخد الاشاره بتاعتي بقى سلو مين؟ سلو الكباستور. فالناس مش متعوده تاخد الايه؟ الفولت بالطريقه دي. امال بياخدوه ازاي؟ الناحيه اليمين كده بالذات الناحيه اليمين. يقول لك خلي الاوتبوت ناحيه اليمين والانبوت ناحيه الايه؟ الشمال. فلو انا جيت عدت رسم الدايره دي عملتها كده. يعني خليت ده اسمه الفي سورس وده الفي كاباستور وده اللي هو الفي دايود. وسميت ده بقى ساعتها الاول. في اي اختلاف في الشرح بتاع الدايره دي على الدايره دي؟ مش اي حاجه خالص. اثنين اهو سيريس والاثنين هنا ايه؟ سيريس. انا بس قصدت اشرحها لك هنا الاول بالطريقه دي عشان دي انسب للفهم لان تقول بيشحن كاباستور ومش عارف. انما دي هي دي. بس المره دي واخد الاول منين بقى؟ انا كده بقى واخد الاول منين؟ على الكاباستور.
فحسب ما انت تاخد الاوت، لو خدت الاوت من ناحيه الكباستور يبقى بيج ديتكتور، لو خدت الاوت من على الدايود يبقى ده يسموها ايه؟ كلامبنج، او اللي هي بقى التحمي السيركت، حسب انت عايز ايه في الداتا بتاعتك، اللي هي كلامبنج ولا عايزها بيج ديتكتور. على الابلكيشن بتاعنا احنا عايزينها ايه؟ بيج ديتكتور. قبل بقى ما ننتقل من النقطه دي، تعالى عيد حل المساله دي، والفولت ده اهو 10 مللي فولت. تعالى عيد حل المساله بس بساين ويف البيك بتاعها 10 مللي. امشي بنفس الاسلوب اللي احنا شرحناه. زي ما قلت لك المره اللي فاتت انا متوقع بالنسبه كبيره منكم انكم هنعمل ايه؟ هيمشي بنفس الاسلوب ده. على الرغم بقى من اعلى نقطه في الاشاره مش كافيه انها تخلي الدايود ايه؟ فرق. يبقى اصلا من الموضوع من الاول ده اوف. هو مفيش حاجه هتمر خالص والاول بتاعه كامل. بيصير يعني من الاول خالص كده الاول بتاعه بيصير. يعني مفيش كرنش يعني ما شاء الله ان ده بقى اوف. مفيش كرنش هيعيش المين الكباسه فالاول هيفضل بيصير ولا بيك ولا اي حاجه خالص. يبقى عيب الدايره دي اجين مره اخرى زي ما قلنا في الريكتفاير هي الحاله بتاعت مين بقى؟ اللي هي ان السيجنال اللي جايه لك تبقى ايه؟ ويز امبليتود صغير اللي هو بالملي فولت. ان اديشن بقى لو كانت دي مش 10 مللي وكانت 1 فولت. الدايره هيبقى فورورد ولا مش فورورد؟ فورورد بس هيبقى اختلاف الرسمه ايه بقى؟ ان بدل ما كنت فاهم من البوينت 7 عشان كان السورس كام؟ وصل لغايه ال 10 انما الوقت السورس كام اهو البيك بتاعته؟ 1 فولت يبقى معناها البوينت 7 مؤثره يبقى اعلى فولت هنا هتلاقيه كام؟ اللي هو البيك ده بقى يعني سميه بيك هتلاقيه كام بقى؟ اللي هو البوينت 3 اللي هي عباره عن اعلى بيك في الاشاره مفروض منها كام؟ فالعيبين هم بتوع الريكتفاير يعني ان كيس ان انت عندك امبليتود صغير ممكن الدايره اصلا ايه؟ ما تشتغلش وان كيس ان الامبليتود ريليتيف او كومبير بالفي دايود هضطر اطرح مين؟ الدروب بتاع الدايره والعيبين اللي في الدايره دي زي انهي عيوب برضه؟ بتاعت الريكتفاير يبقى واضح ان هو هيحاول يعمل ايه؟ هيحط اوب ام والفيدباك بتاعه يحط دايود عشان ايه بقى؟ يحل الاشكال بتاعه اللي هو بيسموه سوبر كاباستور زي الثانيه بيسموه سوبر دايود. لا هو كل حكايه خايف الدايره اللي وراك ان على الفولت لو هي على 3 فولت ده كل اللي دايره فراح عامل ايه بقى؟ قال لك هات الاشاره بتاعتي زي ما هي بس خلي لي اعلى بودي فيها كام؟ لا بس شكل الويف فورم هو بس انا قصدي هي الفي سورس ده لو انا اصلا هجمع عليه فولت دي سي مش هجمع عليه سورس مش هجمع عليه سورس انا بقول الفي سورس جاي لي بشكل معين بس انا خايف على الدايره اللي بعد من كام؟ من ان السورس ده يعني على 3 انت زمان بتعمل ده اكيد دايود وبطاريه 3 فولت كانت بس كانت بتعمل ايه في الاشاره؟ بتروح قطعها انما ده مش هيقطعها هحط لك على الفيل هي ايه بس عند كام؟ عند 3 فولت ادي كل الفرق يعني الفاينل بس اخر تعليق على الدايره دي هو حد في الدنيا عاد يجيب دايره زي كده ويقول لك الدايره دي بيج ديتكتور طب وبعدين؟ استفدت ايه انا يعني؟ يعني انا جبت لك دايره دي وكنت حاططها لك في السؤال. المفروض تقول لي ايه بقى بس مش تعمل الكلام ده في الامتحان يعني انت ما عندكش وقت اصلا تسالني هو ده غلط ولا صح؟ ادي دايره قدامك. الناس فهمت ان دي بيج ديتكتور. فالفولت بتاع الاوتبوت القيمه بتاعته بكام؟ بيجي بيتبع من بقى ايه؟ ما ملهاش لازمه كده. خلي بالك اي دايره ملهاش لود ملهاش ار لود ما تعملناش في شيء. مفيش حد في الدنيا يروح يجيب ريكتفاير ويقول لك بيحول الاي سي الى دي سي وبعدين يعمل ايه؟ يقول لك الدايره قدامك كده طب الاوتبوت رايح فين؟ ما يعرفش فطبيعي انك لازم تحط هنا ايه؟ المفروض يعني انك تحط هنا ارض ايه مقدار ان يبقى عندك دايره ملهاش ايه؟ لود يبقى ملهاش لازمه يعني جايبك تعمل بيها ايه؟ خلاص؟ انما الناس اللي بتدي لك مسائل ما فيهاش ار لود بيفترض مسبقا ان اللود ريزيستنس بكام؟ كبيره قوي لدرجه ان انا اقدر اعتبرها اول سنه بس ده كل الحاجه اللي هو ايه بيفترضها في المساله بس من غير ما يقول لك يعني هو لو ما حطلكش ار لود بيفترض ان انت كان عندك لود بس قيمته ايه؟ كبيره قوي ما بيمرش فيه تيار لكن مش هيقولها لك صراحه انما لازم تعرف ان في لود فاذا حطينا في الدائره دي لود كل اللي انت عملته ده باظ ليه باظ؟ لان الكباستور لما يوصل للفي بي عند الفي 1 بعد تي 1 ايه اللي هيحصل؟ الدايود هيبقى ريفيرس خلاص انما الكباستور هيفرق في مين؟
فيبقى شكل الويف فورم هيبقى عامل ازاي بقى بتاع الكباستون اللي هو فيه ريبلز بقى اللي انتوا عملتوه في الباور سبلاي او اللي انت ايه كنت بتاخد ريكتفاير وبعدين ما اعرفش تحط اللي هي الكباستون فيروح عاملها كده ده الشكل اللي عامل كده. وقيمه الانخفاض ده كان بيعتمد على مين؟ على الار سي دي كبيره ولا صغيره. عشان كده كان اللي بيعملوا باور سبلاي بيكتبوا ان الكباستون ده ايه؟ كبير قوي عشان ما يلحقش يفرق. خلاص دي كبير قوي حاجه بال 4700 مايكرو 7000 مايكرو اذا كان عارف بحيث التفريغ ده يبقى ايه؟ ضعيف جدا. فتحل انت الاشكال ده ازاي؟ انت في ثانوي اولى ما كنتش حل. تحل انت الاشكال ده ازاي؟ هو لازم في لون. الناس بقى اول ما قطعت يقول لك البخ ما هو ده ايه السحر. لما بقول لك لما بتزعل من اي لون يضايقك بتحط في سكته ايه؟ بخ. خلاص يبقى انا هروح جاي اقوم حاطط ايه؟ دايره البفر اللي احنا عارفينها بقى اللي هي ضمن انا عامله كده. يبقى كده الكباستور شايف قدامه هنا مين يفرق؟ الانبوت ريزيستنس بتاعت مين؟ بتاعت الاوب اب. انا داخل على البلس، داخل على البلس بتاعي الاوب اب. يبقى معناها ان انا عندي ريزيستنس بالجيجا مثلا لو انا جايب نص يبقى مش هيفرق تقريبا. فهيثبت على كام؟ لان براكتيكالي لازم تتوقع ان تمشي البي بي، لازم تتوقع ايه مهما كان من البي بي بس مطروح منها ايه؟ شوية فاريشن صغيرين نتيجة انك مضطر تفرق فين؟ في انبوت ريزيستنس حتى لو كانت عالية ستيل فاينايت مش انفينيت. بعد كده الناس بتحط بفر قبل اللود اللي هي هتشتغل عليه. يبقى الدايرة الكاملة بتاعتنا دايود وكباستور وراها بفر وبعدها اللود. بس البفر ما عداش افهم منه كرنت كبير. دي قصة تانية بقى، لو اللود ده بقى قيمته صغيرة، لأن زميلكم خد باله بقى. لو اللود ده قيمته صغيرة بيقوم. يبقى المفروض الجول اللي هيتحط عند البلاس هيتنقل بالظبط فين؟ ما ده بفر، الجيم بتاعه كام؟ بواحد، يبقى الاوتبوت اللي هيخرج هنا زي هنا بالظبط. بس اللي خارج من هنا هيمر فين؟ بالار نود، صح كده؟ فلو الار نود بالاو يبقى الاو قبل مطلوب منه يطلع كارنت بالايه؟ اللود ده هو بالاو 10 اوم فور اكزامبل، وانت البيك 5 فولت. يبقى الكارنت اللي هيمر كام؟ المفروض يعني اللي كان يتسحب من الاو قبل كام؟ اقسم ال 5 فولت على كام؟ على ال 10 اوم، يديلك نص امبير. اجيب منين نص امبير في الاوب امب العاديه دي؟ ما اعرفش. انت عايز لك اوب امب يعني بقى ثمنه قد ايه عشان خاطر تعمل الحركه دي؟ فتكير ان ده اندر ريستريكشن ان انت ايه؟ تبقى اللود سامح معاك مين؟ بالدايره بتاعت الاوب امب، ودي لها حلول. دي لها حلول الاخرى بس هسيبها لك انت. يعني اذا فرضنا الاوب امب طلع حارس بيعرف فيه الجول والانبوت ريزيستنس بتاعته عاليه لكن الاوتبوت كارنت بتاعه قليل. انت في سنه ثالثه قادر الحمد لله على انك تحل هذه المشاكل. هسيب لك الحته دي. لو عندك لوب اب مش قادر يدرايف لود خلاص يعني في ليميتيشن على الكارنت بتاع لوب اب طالع منه 5 مللي امبير 10 مللي امبير والفولت اللي خارج عند الاوتبوت بيوصل لحد 5 6 فولت واللود ريزيستنس اللي انا حاططها واصلة لحد 20 30 اوم. يبقى الكارنت اللي المفروض يمشي في حدود 5 على كام؟ ال 20 او ال 30 اوم ده فيطلع حاجه زي 200 مللي امبير 300 مللي امبير رقم يعني ايه؟ سيجنفكت. الاوم اما مش قادر يجيب. انت مطلوب منك وعندك المعلومات الكفيله لان الكلام ده يحصل. ولو جالك في الامتحان ما تقوليش جبته من ده. خلاص؟ هتقدر تحل هذه المشكله. خلاص كده؟ فكر وارجع لي ارجع للمعيد خش على السيميليتر ادخل على النت وقول لهم انا عايز دواير تخلي الاو اب يعرف يدرايف لود. كلمه درايف لود يعني اللود ماله؟ احسن الناس زمان كانت فاكره كلمه درايف لود دي متهيأله انه مش قادر درايف لود يبقى اللود ده ايه؟ كبير. كبير يعني ايه بقى؟ يعني مقاومته كبيره. لا ده كلمه مش قادر درايف لود معناها اللود ايه؟ قيمته صغيره ان او واللود الفيزيكال اللي قدام عينيك اللي هو بيوضح ان هي بتقوم دي السماعه 8 اوم مش عارف كام. يعني دايما الناس بتقرب فكره اللود ريزيستنس الصغيره دي بالسماعه. فانت لو جبت اوب امب حطيت له امبليفاير حطيت وراه سماعه مش هيسمعك خالص. اسمع شويه خروشه كده وخلاص حط مايك وتتكلم ولا سامع اي حاجه لان اللود عمل ايه؟ سحب التيار اللي عايز يسحب التيار العالي مش عارف يجيبه. فالاوب اب راح منزل الاوتبوت بتاعه لحد نص فولت 1.1 فولت فده مش صوت. ممكن احط بي جي تي سيبها بقى فكر حط بي جي تي تحط نص تحط اوب اب تاني تعمل مش عارف تعمل اللي يعجبك ان شاء الله تحط لها تلفزيون. محدش قال لك حاجه خالص على البوست. خلي بالك الفيرست ستيب في الديزاين
ما تشيلش هم التكلفه ولا الاريا ولا الباور ديسيبيشن. هتطلع ديزاين ما حدش هيطير، يعني هتطلع ديزاين عايز باور وعايز مساحه كبيره وعايز كيس ما اعرفش شكلها ايه وعايز فلوس قد كده، تيجي تسوقه عند الناس يقول لك جميل احنا هنقبله منك. احنا ما عندناش مشكله ان الديزاين يتكلف كتير وكل حاجه، بس دي ستيب نمره واحد. ستيب نمره اتنين هتعمل ايه بقى؟ هتروح تقعد تشوف بقى كده ايه اللي انت حاطه لها زياده، تعرف تتحايل على المشكله دي ازاي بحيث التكلفه ايه؟ تنزل، الاريا تنزل، الباور الديستريبيشن المطلوبه تقل، كل الحاجات بقى الثانيه اللي مطلوبه. ماشي؟ تعالى بقى ايه سكن بقى مدام كان ده فيرست. تعالى بقى ناو في الايه؟ كونسيدر ستيشن سيتي. رحت انا جايب بقى والهم حطيت الديود حاطط تماسكه واخد فيدباك على نيجاتيف ده السورس وحاطط هنا الدايركت. ده البي اوت. لو سمينا النقطه دي مثلا بي اوت واحد، هي طبعا ده الاوت بتاع الدايره كشرح. هو علاقته ايه بالاوت بالفاينل؟ هو يعني المفروض كده ان البي اوت هي نفسها البي اوت واحد. بس كل الحكايه احنا حاطينها ده عشان مسميناه ايه؟ بفر. عشان احنا حاطين وراه ايه دلوقتي؟ ارلوك. فمتفقين ان ارلوك دي هتعمل لنا مشكله في الجافاسكريبت ان هو يتفرج. فعشان ما يفرجوش حطيت ايه؟ بفر. لكن لو انا عايز اشرح عن البي اوت واحد. اقول خلاص الناس فاهمه عن البي اوت واحد يبقى تيبيكال يروح عند البي اوت عادي. تعالى بقى تحلل الدايره دي ازاي؟ احنا قلنا المره اللي فاتت في الاكتفار بنعمل ايه؟ بنقسم حاله للدايود وبعدين نفيريفاي ان هي صح. خلاص فرجوا كده بقى. 4 اهو في اس اكبر من 0، انا افترض ان ماشي مع الساين ويف وعملها ب 0. خلاص؟ فاسيوم ان الدايود ايه؟ اهو اسيوم ان الدايود ده فورورد. فورورد مش هشيل واحط سلك، هشيل واحط ايه؟ اللي هي بطاريه ولا البطاريه ومقاومه، المهم ان هو عليه دروب، فعشان كده اسيبه زي ما هو كده اقول عليه اون يعني. خلاص؟ لو هو بقى اون كده فورورد يبقى هو القوسين بقى اون. الفيدباك ماله؟ الفيدباك النيجاتيف موجود ولا مقطوع كده؟ ده كده معناه على طول في نيجاتيف فيدباك. لو عندك نيجاتيف فيدباك ايه المعادله اللي انت بتمشي وراها على طول من غير تفكير قوي؟ بلس ان في بلس تساوي تقريبا ايه عشان ما حدش بقى ايه خلاص كبرنا شويه على حته ننسى الحته دي هي تقريبا زي مين؟ زي في هو في ديفرنس صغير قوي مايك لو قلنا قبل كده كتير جه منين؟ هو ده ديفرنس صغير قوي بس هنكمله. فالفي بلس تقريبا زي مين؟ الفي ماينس. مين هي الفي بلس؟ هي الفي سورس. ومين الفي ماينس؟ الفي اوتبوت 1. يبقى معنى الكلام ده ان الفي اوتبوت 1 تساوي الفي سورس. وايه علاقه الفي اوتبوت 1 بالفي اوتبوت؟ هي هي. يعني الكلام ده طلع في الاخر ان الفي اوت هي زي الفي سورس. يبقى انا ماشي زي اللي دي كده اللي هي الخط الازرق لحد ما اوصل عند فين؟ عند البي. يبقى اد تي تساوي دي 1. انا بشرح على الفورم هي ايه؟ يعني ممكن تروح ناقي نفس السايد ويب وجاي. خلاص؟ ادي دي بقى بتساوي دي 1 الفي سورس اتش از الفي بي. بص الفي بي بتاعك. هنفرض طبعا الاول انت عايز تعمل اهو عشان كده هسيبها لك انت هتعمل فيريفاي لمين؟ يعني الجمله دي مش فالد الا اذا اتاكدت ان هي ايه؟ سليمه. يعني انت لو بقى تعالى كده على جنب سيب لك سطرين وقول هنا ايه؟ فيريفاي الاسامبشن اللي انت قلته. يعني ممكن يكون غلط. ماشي؟ فانت هتفيريفاي اللي هو فورورد. احنا اتفقنا مع بعض الفيريفاي بتاع فورورد يجي ازاي؟ انك تشوف التيار ماشي من البي ال ان ولا لا. بس هي حتى مش مستاهل قوي، انت على طول واضح كده بما ان الفي سورس مجبر والفي اوت كوان طلعت زيها. يبقى التيار عايز يمشي في المكثف ازاي؟ لتحت كده. يبقى ملوش مصدر غير ان الكرة تمشي في الدايود منين؟ من البي ال ان. الفيريفاي جاهز يعني ما عندكش قلق فيه بس لازم تعمله برضه. ارتي بتساوي تي 1 بقى الفي سورس. بص للفي دي افرض ان انا لسه ما زلت مع مين؟ كاني لسه ما غيرتش الحلقه انا ما اعرفش اللي هيحصل. هفترض ان ماشي زي ما انا. يبقى اف وي اسيوم بقى اف وي اسيوم او وي ستيل اسيومينج يعني ان الدايود فورورد يعني لو انا افترضت ان لسه ما زالت الحاله هي هي بين قوسين يعني معناها اون ايه النتيجه المباشره دي؟ ان الفي اوت 1 هي نفسها مين؟ الفي سورس. صح؟
يبقى معناه الفيدباك النيجاتيف موجود، يبقى الاوتبوت بان زي مين؟ زي الفي سورس عادي ماشي خالص. بس ايه اللي بيحصل ايه للسورس؟ انه بيعمل ايه؟ بيقل عن الفي دي، صح كده؟ طب يبقى الكارنت عايز يمشي ازاي؟ هو الكباستور كان وصل لكام؟ في بي. الفولت على الكباستور عايز يعمل ايه دلوقتي؟ انت بتقول اهو لسه بلسانك اهو الفي سورس نزلت عن ميلا ايه؟ يعني بعد تي بقى بعد ما قلت لو بعد اتش تي في 1 تي بقى اكبر من تي 1 الفي سورس بلو الفي بي، يعني الفي سورس بدا ينزل عن الفي بي بدا ينزل خلاص؟ فاذا فرضنا ان انا مش مع الجمله دي ولسه مصدق نفسي ان هو الدايود فورورد، يبقى كان المفروض الفولت بتاع الكباستور يعمل ايه؟ هو انت بتقول ان ده زي ده وده نزل، نزل ليه؟ لان النقطه اللي قبل كان عندي كام؟ كان عندي في بي، فهو عايز ينزل. طب ينزل ازاي؟ الكباستور عليه في بي وعايز ينزل، عايز الجهد ده ينزل، يبقى لازم يعمل ايه غصب عننا؟ لازم يفرق، عشان يفرق الكرنت عايز يمشي ازاي؟ الكرنت عايز يمشي كده بقى. طب مش هيخش كده عشان ده مين؟ بفر، ومش هيدخل كده عشان الدايود، اسف مش هيدخل كده لان الكرنت ده كان بيزيد، ده ملوش مصدر تاني غير بيعمل ايه؟ يمشي كده في الدايود. طب لو مش كده في الدايود يبقى الدايود ايه؟ ريفيرس، يبقى عكس الاسامبشن بتاع مين؟ بتاع الفور. يبقى انت لو مشيت مع الكلام هتنتهي في الاخر لايه؟ لا ده الدايود از ريفيرس. الحته دي بقى كملها انت، كملها انت كجمله. تقعد تقول كده بقى لو حصل ده كده دي اول بروبلم بتساوي فيه سورس، يبقى اللي هيحصل ان الكباستور عايز ينزل بالجهد بتاعه، فيبقى لازم الكباستور يديس تشارج، فلازم الايه؟ الكارنت يمشي من الاتجاه الفلاني. فده هيمنعه الدايود لانه هيبقى الدايود كده ريفيرس. فتوصل المعلومه اللي هي اللي احنا عايزينها ان الدايود يبقى ايه؟ ريفيرس. لو الدايود ريفيرس هنعتبره اوف او اوبن سيرف، يبقى الكباستور يعمل ايه؟ خلاص هيقف على كام بقى كده؟ اما النوم باص للديس تشارج، يبقى الفي اوتبوت 1 وصلت لكام؟ ما دام الدايود بقى ريفيرس يبقى الفي اوتبوت 1 هتساوي في بي. اجين هنقدر نسميه هنا ايه بقى دلوقتي؟ بيج ديتكت، لان الاوتبوت 1 وصلت لكام؟ الفي بي، والاوتبوت 1 هو نفسه الاول. ايه المكسب بقى اللي كسبته قصاد ان انا دفعت ثمن الاوب امب زياده ده؟ خلي بالك الداله القديمه زي دي بالظبط وكنا حاطين معاها ايه برضه؟ بفر. الزياده عندنا هي مين؟ هي الاوب امب اللي هنا ده. فانا عايز اعرف ايه الثمن بقى او المكسب اللي كسبته بقى؟ تعالى انا هنا بقى، لو السيجنال دي بالملي فولت مش بال 10 فولت ولا ال 20 فولت، بالملي بقى الاناليسيس ده يختلف في حاجه؟ لا. ليه بقى؟ لان جهد النقطه دي بيساوي جهد النقطه دي عن طريق الاوب امب ولا عن طريق الدايود بقى فورورد؟ عن طريق الاوب امب، والاوب امب بيقول ان في بلس بتساوي في ماينس لحد انهي درجه من الاكيورسي؟ يعني تقريبا بالمايكرو، يعني الاثنين بيساووا بعض لحد ما ايه حاجه صغيره قوي المايكرو. يبقى معناها ان ده يساوي ده اندبندنت على الجهد نفسه بالملي ولا بالفولت. يبقى في بروبلم اللي هناك ولا مفيش؟ مفيش. الحاجه الثانيه بقى، انا شلت الدايود وحطيت بداله اي دايود ولا اعتبرته اون وسكت؟ يعني الاوتبوت طلع فيها الفي سورس مطروح منها يكون 7 ولا طلع فيها نفسها الفي سورس؟ يبقى معناها ان مفيش دروب بتاعت مين؟ بتاع الدايود. يعني الاوتبوت 1 ده هيطلع شبه السورس من غير دايود دروب. السبب في كده ان الفي اوتبوت 1 هي نفسها زي مين؟ الفي سورس عن طريق النيجاتيف فيدباك. تيك كير ده عن طريق مين؟ النيجاتيف فيدباك. لو ما اتواجدش هتبقى مشكله. خلاص؟ تعالى بقى للبروبلم اللي خلاص دي فعلا كده كويس. تعالى قلت لك بقى اكزامبل، حطيت لك ناس معانا كده نو او كونسيدر. طبعا عايز تكمل انت ده شرط عشان بس انت تتدرب انك تكتب حاجات فاهمها بنفسك. انقل بقى الرسمه دي واعمل بقى الخط الايه؟ الازرق والشكل ده عشان يبقى معاك المحاضره كامله. خلاص تعالى بقى قلت لو انا كونسيدر الفي اس اشوف، يعني هجيب لك في اس تاني مش هنشتغل بقى ساين ويف، حاجه مور كومبلكس. هنعمل كده ادي في اس الجديده دي، الشرح بتاعك مش ازاي؟ مش ساين ويف بقى، لان السيجنال اللي جالك من الفيلد من بره اربيتر، يعني مش شرط تبقى ايه؟ او مش شرط ده في معظم الاحيان ما هيش ساين ويف. السيجنال جالك من بره سنسور بقى ولا درجه حراره اي حاجه بقى مالهاش دعوه، ما اعرفش شكلها ايه. امشي كده مع الشرط، امشي ازاي؟ الفولت بتاع الكباستور اللي هو سميناه احنا في اوت 1 اللي هو في اوت في الاخر، مشي ازاي؟ مشي لحد هنا كده
اللي هي سميناها في بيك 1. وبعدين عمل ايه؟ سيبت. بعد ما سيبت ايه اللي حصل عند النقطه دي بقى؟ يعني تي 2 بقى، دي اسمها تي 2 بقى، دي كان اسمها تي 1 زمان ودي بقى اسمها تي 2. ايه اللي هيحصل عند اي مول فورم بعد تي 2؟ مين اللي زاد عن مين؟ الفي بتاعت السيجنال هي اللي زادت عن مين دلوقتي؟ يبقى الدايود يرجع يعمل ايه تاني؟ يبقى فوق، يبقى الكباستور يرجع يعمل ايه؟ يتشارج لحد فين؟ لحد البيك الثانيه اللي هي دي. وبعدين يعمل ايه؟ يثبت لحد تي 3. وبعد تي 3 يعمل ايه؟ برضه اجيب مره اخرى الدايود بايه؟ فورورد، فيطلع ماشي معايا كده لحد فين؟ لحد دي اللي هي البي بي اللي هي بقى اخر واحده. ثلاثة. لو ما عندناش حاجه ثانيه الا لو السيجنال ده بدات تنزل على اقل من كده بس. يعني خلاص يعني لو دي عايزه تنزل بالنيجاتيف وتطلع بس ما وصلتش دي. الاوتبوت هيثبت على كام؟ على في بي الثلاثه، مش كده سميناه ايه بقى؟ وده مهم قوي في الديزاين في الابلكيشن، واحد جاله سيجنال مش عارف عنها حاجه. فعايز يعرف الماكسيموم بتاعها كام عشان يورمالايز الشغل بتاعه عليها. خلاص يظبط دوره عليها ايه؟ فيعمل دايره زي دي عشان يديتكت قيمه مين؟ الفي بي اللي هي كده بقى اللي هي الرقم اللي هنا ده هيطلع كده ثابت. خلاص؟ فاحنا كده سميناها بيك ديتكت، وهذه الدايره بقى ميزتها ان انا باخد البيك نفسها، ما باخدش اي دروب منها. مش اي دروب اوف كده. خلاص؟ ولو السيجنال دي بالملي فولت الدايره بتاعتها هتفضل تشتغل. الحاجه بقى اللي احنا بندخلها للطلبه بتوع سنه ثالثه ايه؟ افترض افترض بقى ده تحل انت في البيت بايدك بقى، تقعد تفكر تعصر دماغك. دي نزلت كده لحد دي بيك 4. يعني دي بالنيجاتيف اعلى من دي. دي البيك الحقيقيه. دي ناقص 10 ودي زائد 5. يبقى كده من غير مشاكل المفروض مين البيك الحقيقيه اللي انت المفروض تدور عليها؟ اللي تحت. قول لي الدائره بتاعتك دي هتمشي ورا اللي تحت ده ولا مش هتعرف؟ احنا قايلين اي جهد اقل من ده الكباستور ايه؟ هيثبت ان الدايره يبقى ايه؟ ريفرس بايس. خلاص كده؟ تقول لي تمام انا هروح في البيت واضحك عليه. يضحك عليا ازاي يا ابني؟ يقول لك هقلب الدايره. خلاص؟ انت في البيت بقى حل المساله دي وانت قالب مين؟ الدايره. هتلاقي نفسك انت فاكر نفسك بتضحك عليا. هتعمل ايه بقى؟ مش هتمشي ورا الموجب وهتروح تجيب لي انت مين؟ طب جيت قلت لك بقى اللي جاي بعد كده البوستيف هو اللي اعلى منين؟ من النيجاتيف. مش هتجيب خالص مين؟ يبقى انت الدايره دي لا تنجح انها تجيب الابسوليوت بيك. خلاص؟ تجيب لك بيك واحد يا البوستيف يا النيجاتيف حسب ما تظبط دايرتك. جه العالم بقى اللي هي اللي بيسموهم ايه؟ المبدعين بقى بتوعك يقول لك ايه خلاص نعمل دايود في الاتجاه ده عشان يجيب النور ونعمل دايود عكسه عشان يجيب السالب. راح مفكر لك دايره عامله كده. دايود كده ودايود كده وحط لي الكباسيتور. خلاص وراح موصل الفيك باك اهو كده ده الماينس وده الماينس. سيبك بقى من البفر اللي بعده احنا عرفنا فايدته ايه وخلاص يعني دي الدايره الاصليه او الاساسيه. انت في البيت بقى فكر دي حلوه وحشه شكلها ينفع شكلها ما ينفعش. طلع ينفع يبقى خير وبركه. طلع ما ينفعش يبقى تعمل ايه انت؟ لا تقعد تفكر انت بقى في حل. خلاص قول لنا بقى ازاي الواحد يوصل احد الحلول عشان اقول لك اهو احنا بنعمل ايه مع بعض؟ الديزاين واحنا قاعدين من غير مشاكل فقط. تيجي في الامتحان تبقى مكهرب. المدرب يقول لك مش عارف يعمل كذا بتاعك وانت مش فاهم. احنا بنجيب معلومات جديده دلوقتي مش اي حاجه. لو انت عايز تجيب الابسوليوت بي تعمل ايه الاول؟ لو انا ما قلتلكش الحلول دي خالص اللي هي الخايبه دي. ايه طريقه التفكير اللي هي ستريت فورورد؟ واحد مش عارف دي اللي اعلى ولا هي دي اللي اعلى؟ والدايره بتاعته بتشتغل في اتجاه واحد. يقوم يعمل ايه؟ اقلب كل ده خليه فوق. اقلب كل النيجاتيف ده خليه فين؟ خليه فوق، خليه بوستيف يعني. فالنيجاتيف ده هيبان لك هناك في ايه؟ اللي هي دي هيبان لك هناك بس تبقى عامل حسابك انك فاهم ان دي النيجاتيف مش تروح مكمل وقالنا البيك هي زائد كذا. طب نقلب اللي تحت فوق ازاي؟ يعني ازاي الواحد يقلب الحاجه النيجاتيف يخليها تطلع لي مظلم؟ ويقوم العالم اللي بيفكر نحط انفيرتنج امبليفاير. ليه انت بتحط انفيرتنج؟ مش انت بتقول لي اقلب النيجاتيف خليه مظلم؟ يبقى لو خدنا الدايره خلاها على النيجاتيف هيروح عامل ايه؟ انا بوريك بتغلط ازاي؟ هيروح عامل ايه بقى على طول؟
هقلب لك الاشاره زي ما انت عايز، بس هقلب مين معاك كمان؟ بوست. في بقى واحد تاني في الامتحان قال لك ايه؟ طب احنا نعمل دايره في الاول نعرف هي الاشاره بوستيف ولا نيجاتيف، ولو كانت بوستيف نتصرف معاها بطريقه، ولو كانت نيجاتيف نتصرف معاها بطريقه اخرى. كده بدانا نحترمه، خلاص بدا يفكر يقول لك لا، لو هي بوستيف في ترتيبه ماشي بيها، لو هي نيجاتيف في ترتيبه ثانيه ماشي بيها، ده غير اللي هي نجيب الابسوليوت، يعني غير ان انا اقلب النيجاتيف بوستيف زي ما زميلي قال نعمل ايه على طول؟ فول ويف. يعني لو عملت فول ويف ريكتيفاير هيعمل ايه؟ مش خدناها دي مع بعض؟ فول ويف هيعدي البوستيف ويعمل ايه في النيجاتيف؟ هيروح على البولي فوق. طريقه اخرى تعمل ايه؟ بقول لك شوف كل دي مسالك اهي عشان تحل اشكالك انت. طريقه اخرى تعمل ايه؟ بقول لك اعمل الاول تيست على الاشاره. لو هي بوستيف امشي الدائره الاولانيه. ولو هي نيجاتيف امشي الدائره الثانيه. فيبقى عندي اثنين كاباستورز، دائرتين يعني شبه بعض بس الدايوكس مالها؟ بقى في واحده تطلع لي البوستيف البي والثانيه تطلع لي مين؟ نيجاتيف البي. وبعدين اعمل ايه بعد كده عشان اعرف بقى البيك الحقيقيه يعني اعمل ايه؟ احط الاثنين واشوف مين فيهم الاعلى. خلاص؟ هشوف مين من الاثنين دول الاعلى. زميلنا اللي قاعد على يمين كده قال لك نحط ايه؟ كومبارتور. هو كومبارتور بيقارن مين مع مين؟ حاجه مع البيس ميشن. يعني انت مش عارف مين السيريشن اللي بتقارن بيه. عايز اعرف الاشاره دي اعلى من دي ولا لا؟ هسيبها لك. كل ده خدته عشان تبقى عارف كل ده خدته. انت كل الحكايه بس انك ايه؟ متبني الموقف بتاع زمان اللي هو ايه بقى؟ هي مساله وانلايز وطلع، بس احنا شرحنا لك الكلام ده. لو عايز اعرف دي اعلى من دي ولا اصغر ممكن اعمل ديفرنس. مش احد الحاجات اللي بتعرف فيها الفرق ده موجب ولا سالب بتعمل ايه؟ اطرح الاشارتين من بعض، مين الدايره اللي خدتها بتطرح؟ الكومبارتور هيقول لك يعني عايز حاجه ورا. فبعد الكومبارتور هتعمل ايه؟ هو هتقارن مين مع مين؟ حط البيج الاولانيه او الدايره الاولانيه الاول بتاعها على البوست، والدايره الثانيه الاول بتاعها على مين؟ على النجم. بيزد على الاول بتاع الكومبارتور هعرف ان البوست هي اللي اعلى ولا النيجاتيف هي اللي اعلى. برجع اخد بقى واحده فيهم واعتبرها هي الاول، اوصلها للاول. طب اوصلها للاول ازاي؟ هو اوتبوت واحد، صح؟ زميلك قال كده، وده تفكير منطقي. يقول لك اروح حاطط الدايره اسمها كومبارتور، ادخل على الجلاس بتاعها الاوتبوت بتاع الدايره الاولانيه فيرست سيركل يعني، وده الاوتبوت بتاع السكند سيركل. فيطلع لي هنا اول من الكومبارتور بيقول لي مين اعلى من مين. خلاص؟ بس انا في الاخر عندي يوم واحد اللي هو ده. همشي يا ده على مين؟ على اللون طبقا للاشاره بتاعت مين؟ بتاعت الكومبارتور. يعني الكومبارتور هو اللي هيقول لك اللي يوصل دي هنا ولا توصل دي هنا. مين الدايره اللي خلاها خدتها توصل الاشاره من ناحيه لناحيه؟ مين الدايره اللي انت درستها؟ عايز اقول كده، مش دي المالتي بيكسر؟ انت بتقول كده، يا اما السيجنال دي تروح هنا يا اما السيجنال دي اللي ايه؟ تروح هنا. بيست على اشاره مين؟ ان الكومبارتور هيطلع ايه؟ يا هاي. يعني لو دي اعلى من دي الكومبارتور هيطلع ايه؟ بي سي سي. ولو ده اقل من ده في الاوت يطلع ايه؟ ماينس بي سي سي. فبيست على ده هيعمل ايه؟ هياخد يا دي يوصلها لليود يا ياخد دي يوصل دي سيمبلي هي دايره مين؟ مش دي المالتي بيكسر؟ المالتي بيكسر كان بيعمل ايه دايما؟ ينقي من السكتين سكه واحده لمين؟ للاول. بس المالتبلكسر اللي انت خدته في اللوجيك ديزاين ده ديجيتال. ديجيتال يعني ايه؟ يعني الانبوتس بتاعته مالها؟ يا هاي يا لو. احنا الاشاره بتاعتنا جايه لنا ايه؟ قلب. احنا في امبليتيود جاي يعني ما نقدرش نقول عليه 1 ولا 0. يبقى المالتبلكسر اللي انت هتبنيها يبقى ايه؟ قلب. انت خدت دايره المالتبلكسر القلب من غير ما تحس. خلاص والله خدتها. خلاص من غير ما تقرا خلاص كده خدت ان الدايره دي تنفع تنقل الاشاره من هنا لهنا. مين الترانزستور اللي خدته ينقل الاشاره من ناحيه لناحيه؟ الاشاره زي ما هي. الموسفت لو جبته كده. الموسفت لو جبته كده وبعت الكنترول ده بيعمل ايه؟ دراستك في الموسفت كان بيعمل ايه؟ كان بيخلي الجرين يروح عند مين؟ عند الصوت. لو انا خدت اثنين من ده بقى جنب بعض كده وخدت لود واحد اهو. هاخد بقى اللي اسمه اوت بتاع سيركت 1 هنا والاوت بتاع سيركت 2 هنا. فيا اما ده يقفل
ايه اللي يحصل؟ اللي هنا ده يروح هنا، يا اما ده اللي يقفل فده ايه؟ اللي هنا يروح هنا. طب مين اللي هينقي واحد من الاثنين بقى؟ هو حسب مين؟ الاوت بتاعك بقى. يبقى دول اشارتين غير بعض ولا واحده عكس الثانيه؟ خلاص يبقى انا هحط الليفل 2 فولت انفرتر، ويبقى الكنترول ده جاي منين بقى؟ من الكونفرتر الاول. طبعا بقى ايه بتتعب معاك ولا ايه اللي بيقولوا ده ايه بتاع ده اللي بالك كل الحاجات اللي قلناها انت خدتها قبل كده بقى ولا ما خدتهاش؟ انا كل اللي بعمله ما بحاولش اسالك السؤال في سطرين، عشان كده تلاقي الاسئله بتاعتنا عامله ازاي؟ يجي نص صف عمال يقول لك نمره ا احسب كذا، نمره ب مش عارف اعمل كذا، نمره ج مش عارف اعمل كذا، عشان توصل لمين في الاخر؟ انما هو في الزاويه المطلوبه في الاول هو ايه؟ زي الحقيقي يعني اعمل لي سيركت تجيب الابسليون بي ويسكت وانت حر اعمله زي ما انت عايز. يبقى اعمل نفسي كده سؤال في المحاضره ديزاين سيركت تو ديتكت الابسليون بي، البي بصرف النظر هي مجابه ولا ايه؟ ولا سالب. نقي لك بقى ايه اللي بتقلب ده تخليه بوزيتيف، انك تعمل حكايه الكونفرتر انت حر خلاص. وشوف الفرق بين الدايره دي والدايره ايه؟ انا لو مكانك هاخد الديزاين اللي انت بتعمله ده واروح احطه على مين؟ على كيس. واروح حاطط له ويف فورم بالمنظر المكعبل ده، مره دي اللي هي الموجبه الاعلى ومره الثانيه السالبه الايه؟ واتفرج على شكل ده هيعمل ايه؟ يا انا موفق في التفكير بتاعي عايز شويه ايه؟ تعديل. ادي كل اللي مطلوب. وعلى فكره السيميليتورز دي احيانا بيبقى عندها الاوب امب ايدل، ممكن تختار موديل ايه؟ ايدل. ولو ما ميلش كده ممكن تاخد الموديل بتاع الاوب امب الحقيقي، بس لو انت عايز تقرب من مشاكل مين؟ ان الاوب امب ده ليه انبوت ريزيستنس فاينايت واوتبوت ريزيستنس ما اعرفش ايه، والاوبن لوب جيم معلش عارف كذا. قول له كرييت موديل شكله ايه؟ ايدل. كل الحاجات فيه ايه؟ انفينيتي يا زيرو. انت اللي بتكريت موديل. لو انت عايز تقول له ده الاوب امب بتاعي انا، سميه باسمك حتى وحطه في اللايبرري عندك بتاع كده. قول له بقى ده الاوب امب بتاعنا احنا بتاع سنه ثانيه. خلاص؟ الاوب لوب بما لا نهايه. تيجي تكتب ما لا نهايه يقول لك لا مش هعرف. انت هتجرب ايه؟ تيجي تكتب ما لا نهايه هو الموديل يلطم يقول لك ما ايرور. خدت بالك انا ازاي؟ بتعمل ايه انت ساعتها؟ تقوم تحط رقم اللي هو بيسموه كده اعلى سايز عنده خلاص، يعني هو نص في الخانه اللي هو جايبها لك ده لحد ما يجيب اخرها. يعني ايه؟ يعني المهم ان هو اعلى ما تتصوره خلاص، بحيث في الاخر ما يخرجش بالايرور بتاع ان الرقم مش عارف يفهمه. انفينيتي دي ما يعرفش عنها حاجه. ولو قلت له ار اوت بزيرو برضه يتضايق، يعني دي هتبدل له الدايره في الاله. قول له واحد من 1000 اوم خلاص، ما هي اقرب لمين؟ للزيرو. الاوبن لوب جيم مش راضي منك ان هو انفينيتي، اكتب له رقم كبير. الكومن مود ريجكشن ريشيو مش راضي منك تكتبها ايه؟ انفينيتي، اكتب له رقم كبير. المهم يعني ريحه عشان انت تخلص من مشاكل مين؟ ان هو نون ايدل وامن. واضح كده يا جماعه؟ احنا بنطول في الحاجات دي، ده مش دور بس ده مش دور السكشن، عشان كده انا بحاول اتاج معاك ان احنا الكلام ده نعمله. نحط دايره ونقعد بقى نفعص فيها كده. لا احنا بنقول الاوتبوت بتاع الكونفرتر هي ده اعلى من ده، فيبقى الاوتبوت بتاع الكونفرتر غلط. ده اقل من ده فالاوتبوت بتاع الكونفرتر ده ايه؟ هناخد احنا الاشاره دي ونعتبرها هي الكنترول. فلو هي طلعت غلط يبقى ده اللي هيقفل وده يقفل، فيبقى ده بيساوي مين؟ اللي جاي من هنا. لو هي طالعه لو يبقى الانفرتر هيشتغل ويخلي هي اللي زيرو ويخلي الثانيه كام؟ واحد. فده اللي جاي هنا. ادي كل الحكايه. ده اسمه انالوج مالتي بيكسل على فكره، ده اسمه انالوج مالتي بيكسل، اللي هو بتجيب ترانزستورين موسفت ما تجيبهمش باي بول. احذر ان السويتش يجيبه ايه؟ باي بول، لانه عنده دروب اسمه في سي اي. موسفت لا، الدرين تقريبا بيبقى منطبق على مين؟ على السورس. ولو ان في بينهم من بعض دروب صغير قوي او مقاومه صغيره قوي، بس احسن بكتير من ايه؟ من الباي بول. فالباي بول ما ينفعش في السويتشنج ابدا، ما تدخلوش في سكه اللي تعمل بيه سويتش. بتاع الكونفرتر الاوتبوت من السيركت اللي احنا كنا راسمينها من غير الدايود ده، وبعدين تعمل واحده ثانيه شبهها بس الدايود ماله؟ مقلوب، عشان واحده تجيب لك البوست وواحده تجيب لك الايه؟ النيجاتيف. وبعدين هو ينقي بقى واحده منهم حسب بقى مين اعلى من مين بقى خلاص. بعد دول بقى تحط ده شبه دي بس الدايود مقلوب، وبعدين تاخد ده وتاخد ده وتجيبه. خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم عشان هتقع في المطب ده.
البي اوت بتاع الثانيه ممكن يبقى كبير بس بالنجاح. احذر من دي، انت لازم تحدد اشاره. انت عايز تجيب الاعلى منهم كايه؟ كامبليتيود. فلو سيادتك دخلت دي زي ما هي كده اهو، ايه اللي هيحصل؟ بقى في واحده فيهم بالنيجاتيف ازاي؟ اللي هي لما ده بيقلب هتبقى البي كده ايه؟ بالنيجاتيف. فبالنيجاتيف صغيره ولا كبيره الدايره مش هتفرق، لان هي جايبه اصلا بايه؟ بالنيجاتيف. فيبقى دايما البلس اعلى من ايه؟ من المايك، فعمره ما يجي لك البيك التاني. تيك كير من الحكايه دي، لازم احدد الاشاره بتاعت الفولت اللي جاي. يقول لي احدد الاشاره ازاي؟ ما اعرفش. ازاي بقى الاشاره اللي جايه لي بالنيجاتيف دي اطلعها بره الموضوع واقول ان هي بوزيتيف؟ لا بنعمل ده ايه؟ ديكت ان اللي جاي ده نيجاتيف، نقوم نعمل ايه؟ نضربه في ماينس 1 عشان تبقى ايه؟ بص تعرف الدايره بقى اللي من دي نيجاتيف هتعمل قصص بقى اشتغل. مش عايز تشتغل دكتور، معلش ممكن الاشاره دي تانيه. لو دي طالعه زي 3 فولت ودي ناقص 10، ناقص 10 مين اللي هيجيب لك الدايره اللي شبه دي بس الدايره مالها؟ يبقى اللي جايبني هنا كام وكام؟ 3 وسالب 10. 3 وسالب 10. ماشي. دايما دي على دي. ماشي. خلاص يبقى الكونفرتر هيطلع لك حاجه واحده. المفروض ان انا اقول ان دي كام بقى؟ مش سالب 10، اقول ان هي كام؟ المودلس بتاعها 10. نجيب ده، اجيب المودلس ازاي؟ يبقى جينا نرجع لمين؟ اللي اسمها ابسوليوت، اللي هي يعني ارجع لانك عايز تجيب الابسوليوت فاليو بتاع الرقم. بس المره دي مش بتاع الويف فورم، دي بتاعت مين؟ بتاع رقم. عندك رقم يعني الدنيا اخف شويه. احنا لو كنا عايزين نجيب الابسوليوت فاليو بتاع الاشاره، ده دلوقتي عايز تجيب الابسوليوت فاليو بتاعت ايه؟ رقم. عندك رقم بالنيجاتيف عايز تكتبه انت ايه؟ بالبوست. ما تجيش تقول لي بقى انا هقعد جنبه واشوف لو هو جايب النيجاتيف اروح كاتبه انا ايه؟ بالبوست. نعملها دي ازاي بقى؟ حته نشوفه دي، نشوفه ان هو لو نيجاتيف نكتبها احنا ايه؟ نعملها دي ازاي؟ قول لنا لعل نفسك فيه. زي ما بقول لك لو عايز تحط اهو تلفزيونين ثلاثه واثنين ثلاثه كمبيوتر وما اعرفش اعمل ايه اللي انت عايزه. ده كفيرست ستيب، لكن ما تنتهيش من هو ده الديزاين. دكتور هو دي اللي هي خارجه بعد كده من طول نصف الزرور، دي هتبقى يا اما بي سي يا اما بي سي دي. لا الكونفرتر، هو الكونفرتر طلع كده بي سي سي او ماينس بي سي سي. الكونفرتر ده هاخد الاوتبوت بتاعه يبقى هو الكنترول بتاع الترانزستور اللي هيوصل للدرين، هيوصل للسورس. دكتور عندي اقتراح. لا خليه بقى حط الاقتراحات زي ما انت عايز، انت مش مشكله خالص. اخر تطبيق في النار ليا لو بنسميه ده تطبيق مهم في حياتي، انا شفت دلوقتي اللوج والانتي لوج سيرفيس، وعايز يلعب على حته ايه؟ اللي هي ان في دايود او ترانزستور موجود في الفيدباك، عايز يوظفه على قد ما يقدر. تعالى نقول اهو الحط ده يلعب لك ايه؟ بلاش صوت يا جماعه. ادي دايره عندك ايه؟ شوف بقى، شوف اللعبه اللي بيلعبوه الناس دول اللي عندها. عشان كده اجلنا النون لينير ده بعد ما ايه؟ درسنا على قد ما نقدر فين؟ في اللينير. عشان يبقى انت ذهنك جاهز كده. هو كل اللي عمله نقل الدايود حطه فين؟ مع ان هو في الفيدباك هو يعني لو واحد فكر بعقل كان هيطلع باستنتاج هو ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ ما انت جبت لي ده من هنا حطيته فين؟ حطيته ستيل في الاخر هو نفس الفعل هو نفس الدايره، بس الكونديشن ده يختلف. هو ايه اللي هنا بقى يقول في الدايره دي كده؟ في اس دايما اكبر من زيرو. يعني هو هيجي يقول ان هو بقى ان ناقش اداء الدايره دي جيفن ان في اس دايما اكبر من ايه؟ جبنا الكلام ده للطلبه يقول لك ايه؟ لو في اس اكبر من صفر اذا نفرض الدايود فورورد او ريفرس ويحل، يرجع يعمل ايه تاني؟ لو في يا ابني ده انا بقول لك في الهيدر بتاع المساله ان في اس دايما ايه؟ يعني دي مش ريكتفاير. لانه دايما السورس برقم موجب او سالب، خلينا دلوقتي نقول موجب، فمش مطلوب منه ان هي ريكتفاير. فالجمله دي اهي تعني نوت ريكتفاير. عشان تبقى لازقه في ذهنك. يعني الدايره دي مش مطلوب منها انها تتفاير. طيب يبقى لو مشينا بالفلسفه دي بقى،
يبقى دايما الدايود مال فوق. يجي الطالب يقول لي طب اشمعنى؟ لما يمكن الدايود دايما ريفيرس. طب هجيب لك دايما فيها دايود ومقاوم بصرف النظر عن الكونديشن على دي اس. بس ايه معنى ان اجيب لك دايما؟ ده يقول لي انت في الاجابه ايه؟ الدايود دايما ريفيرس. طب حاطه ليه؟ لما هو دايما ريفيرس انت حاطه ليه بقى؟ هو دايما ريفيرس انت حتى كمان ايه مش قادر تقول جو مره ريفيرس ومره فور وورد يعمل لي حاجه. انت بتقول دايما ايه؟ يعني خلي بالك من كل الاجابات تودي في ده. يعني تخلي اللي بيصحح لو نفسه يساعدك مش طايق هيقول لك ايه؟ هفرض ان انت يا ابني تجيب لي ايه؟ انت جايب الداله ليه؟ يقول لك لا يمكن حاطط لنا تريك في المساله. طب ليه؟ واحنا غلبانين نجيب لك مسائل تضايقك عشان نقعد ندور على حاجه مالهاش معنى نسالك فيها. خلي بالك بس من الكلام اللي بيتقال. فاحنا هنقول بما ان دي كده اهو يبقى الطيار ماشي ازاي في الريزيستنس؟ كده يبقى ده اي ار. يبقى عايز يمشي ازاي؟ يبقى كده. يبقى الدايود دايما ايه؟ فور كده على طول اهو. الكونديشن ده كده معناه الدايود دايما اون او فورورد. بلاش نقول اون بقى دلوقتي عشان نستغل في الفورورد. ايه المعادله اللي خدتها على الدايود كارنت لو هو فورورد او هو دايود كارنت طبعا؟ يعني اي دايود اللي كنا بنكتبها في كده ايه؟ اي دايود يساوي اي اس اكسبوننشال في دايود على في تي ماينس 1. لو انت شغال فورورد الواحد ده ماله جنب الاكسبوننشال؟ شغال فورورد نجلكتد. يبقى ده كام تقريبا؟ كام؟ اي اس اكسبوننشال في دايود على في تي وده اسمه اي دايود. خلاص؟ الاي دايود نفسه هو نفسه مين؟ اي ار. الدايود بما انه فورورد يبقى الفيدباك نيجاتيف موجود ولا لا؟ موجود نيجاتيف فيدباك اكزيست. اكزيست على طول بقى مش مره موجود ومره لا زي الريكتفاير ده دايما موجود. يبقى معناه ان في بلس تساوي ايه؟ في ماينس. واي ار بيساوي اي دايود. طب في بلس واصل عليها مين؟ زيرو صح كده؟ طب لو دي اسمها زيرو بقى زيها يبقى الفي دايود هو مين؟ الفي دايود بيتقاس كده خلي بالك. الفي دايود هو مين؟ ده الفوق اللي في الفي دايود بس هو الفي دايود صح؟ يبقى لو جيت اعوض بقى يبقى في اس على ار اللي هي اي ار تساوي اي دايود اللي هو اي اس اكسبوننشال ماينس في اوت على مين؟ على في تك بقى اللين بتاع الطرفين يبقى في اوت بكام؟ خد اللين بتاع الطرفين ده دايما ماينس في تي صح كده ولا ايه؟ لين في اس على اي اس الفار. اوعى تفترض ان اي اس دي الكرنت بتاع السورس. انت احسن تقول ده في اس وده اي اس يبقى ده ايه؟ الكرنت والفولت بتاع السورس. بقى خلي الدماغ ده خلي دي في ام. ما هو اصل انا عارف الناس. خلي دي بقى في ام بوت بيشتغل عليها كده. كده في ام اهو. اي اس ده اللي هو الريفيرس ساتوريشن كارنت للترانزستور الدايود اللي هو معلومه من معلومات الدايود. انا بديها لك لما ادي لك داتا شيت للدايود اقول لك اي اس بتاعته كذا يقوم يطلع لي في اوت بيساوي ماينس في تي لين اهو في ان كنت على اي اس في ار. يبقى الداتا دي بتعمل ايه؟ بتجيب لين لين للام يعني الاوت بوت يتناسب مع اللين بتاع مين؟ بتاع الام. سيبك من اشاره ماينس. اشاره ماينس دي طمنتك على ايه بقى لو؟ على ان الاوتبوت لازم يطلع نيجاتيف. عشان الماينس دي لازم الاوتبوت يطلع ايه؟ نيجاتيف. وده يريحك فين بقى؟ ما هو الاوتبوت نيجاتيف ودي جراوند. يبقى الدايود اكيد ايه؟ فور. خلاص؟ يبقى ده النقطه دي جراوند والاوتبوت طالع نيجاتيف من الحل يبقى لا يبقى فعلا الدايود ايه؟ فور. يعني النيجاتيف ده اهو بنشوف ان الايه؟ ان الدايود فور. مش كده؟ فيطلع لي بقى ماينس في تي لين في ام بتاع الاي اس في ار. فلو انا عارف اي اس في ار دي قيم معروفه خلاص يبقى كان الاوتبوت يتناسب على طول مع مين؟ والفي تي اللي هي مين بقى؟ الكونستنت اللي انت عارفه اللي هو 25 مللي فولت ات روم تمبريتشر يعني. خلاص يبقى كده معادله جابت لك اللين بتاع الدايره. طب لو كانت ايه في انبوت بالنيجاتيف تعمل نفس الاداء ازاي؟ لو عايز الفي انبوت بالنيجاتيف تعمل انت نفس الاداء ده ازاي؟ يعكس وضع مين؟ الدايره. ثم الدايره تشتغل مع مين؟ مع الفي انبوت نيجاتيف. لان الدايره ساعتها هيمشي ازاي؟ هيمشي لك كده فالدايره هيمشي كده فيبقى الاوتبوت ساعتها يطلع موجب ولا سالب؟ بوست. خلاص؟ ده يبقى عندك دايره برضه للبوستيف
الانبوت وده هيترجم لمين؟ ممكن بقى السؤال يجي لك ازاي؟ هات بقى اللين عند الدايره بتجيب الموجب وعند الدايره بتجيب مين؟ السالب. انت بقى تقول اشغل الدايره دي امتى واطلع بقى اوت الفاينل ازاي وحاجات زي كده. تك كده. الطلبه لما جبت لها الحاجات دي الطلبه الواعيه خلاص؟ اللي اتمنى انت تبقى منهم. بيقول ايه بقى؟ طب انا ماشي مع الاجابه بتاعتك اللي انت حاططها لي. طب الرينج بتاع الفيلم شكله ايه؟ الرينج بقى بتاع الانبوت اللي احنا هنشتغل فيه كده. الجمله دي جت منين؟ اصل هو عارف ان احنا فضلنا نحفظه من اول سنه اولى لحد سنه ثالثه لغايه محاضرتين ثلاثه فاتوا ان في ديود اراوند كام؟ لما يبقى فوق ده احنا خليناك تحفظها كانك لما تتخرج ما تجيبش سكسيره غيرها. الفي ديود اراوند كام لو هو فور؟ فوق سبعه. فالطلبه اللي واعيه شويه دول قال لك ايه؟ بما ان الاول هيطلع بوينت 7 يبقى المعادله دي حلها الوحيد ايه؟ الاول بوت هو بوينت 7 مش احنا بنعوض عليه كده في المسائل بتاعتنا اللي في الفورمر. فلو عوضت دي بوينت 7 المعادله كرياضه تجيب لك قيمه لمين؟ انا بتاعي هجيب دايره واتعب فيها انا وانت عشان ابقى عارف الانبوت اللي داخلها كام وعارف كمان شوف بقى والاوتبوت اللي خارج منها كام. يعني ايه الدايره دي بقى الغريبه دي اللي انا جايب لها دايره الانبوت بتاعها معروف بكذا والاوتبوت بتاعها معروف بكذا وانت عامل لي مولد بقى وعامل لي اكسل. لا هي مش كده انت بتتحرك اراوند البوينت 7 انت الديود بتاعك ماشي ازاي كاركترستيك ادي الاي ديود مع الفي ديود ماشيه كده بتشتغل فين حته في الكيرف بتاع الديود؟ انت لما تحب تشتغل الديود تشتغل فين؟ تقول هشتغل اهو عند النقطه دي اللي انت كنت زمان بتسميها كام؟ اهم حاجه تبعد عن مين؟ عن الفي جام ما تتحصلهاش عشان ما تبقاش الديود ريفيرس. وفوق تبعد عن مين؟ ان التيار لو زاد قوي هيحرق الديود لان الباور ديسيبيشن مش هيستحملها لك الديود. فانت بتشتغل في الرينج اللي مثلا من 0.68 مثلا لحد 0.72 او 3 مثلا. ده الناس بتحب تشغل الدايود فيه. احنا كنا ابروكسيمتلي بتقول القيم دي كلها كانها كام؟ انما المرات مش بتقول كده. فلو سالتك بقى الرينج بتاع الاوتبوت في الحدود دي تعرف تحل المساله وتجيب الرينج بتاع مين؟ بتاع الفي ام يطلع كبير ولا صغير؟ يعني الرينج الطلبه لما فهمناهم فيه قال لك ايه؟ طب ما الرينج بتاع الانبوت هيطلع لي 3 4 مللي فوق، فانت عامل لي دايره مثلا ما هو الاكتيفيتر عشان كل الانبوت بيتغير لي فيه 3 4 مللي فوق ده انا ابروكسيمتلي بعتبر الانبوت كانه ايه؟ كميه ثابته لو هو 3 4 مللي يعني تيك كير ان ده مللي خلاص؟ والمقام بتاعه فيه مين؟ اي اس اف ار. فانت ممكن تهز الرينج بتاع الانبوت بدايه مين؟ الاي اس اف ار. فانا عايزك بقى في البيت تجيب اكسبريشن لمين؟ للرينج بتاع الفي انبوت كورسبوندنج لمين؟ للرينج بتاع الاوتبوت اللي من كذا الى كذا. يعني اسيوم ان الاوتبوت ده الرينج بتاعه من بوينت مثلا 68 فولت مثلا الى بوينت 73 فولت. فقول لي بقى حل المساله وطلع الرينج بتاع مين؟ الفي انبوت اللي انت تشتغل عليه بدلاله مين بقى؟ اي اس في ار. فحسب بقى ما تحط ار اللي هي بدلاله اي اس تجيب دايود دي اي اس معينه تظبط ار اللي انت عايزها بحيث يجيب لك الرينج اللي انت عايزه. لو عايز استبدل الدايود ده بترانزستور بايبول. لو عايز استبدل الدايود ده بترانزستور بايبولار تعملها ازاي؟ ليه الاول؟ يمكن السؤال الطبيعي انا على فكره قايل منكم اول ما تيجي 12 الا 50 يقول لي عشان انا ناوي من المحاضره ما اخرش الطلبه معايا. لكن مفيش فايده نقعد نسرح في الشرح ونقول دي مساله ودي بروبلم ودي براكتيكال ودي مش براكتيكال فعمالين من ايه من دايما. بس استحمل تقفل لانك والله باذن الله لما تتخرج هتعرف قيمه هذا الكلام. خلاص؟ فانت لو استحملت شويه دلوقتي معانا مش ان احنا نقعدك يعني في البريك ولا غير البريك انا قصدي ان احنا بنجلس عليك شويه بقى ايه في مسائل ديزاين. هو ده فين بقى البوب اب اللي كان بيدولك الدكتور فيصل؟ اه مش ده كان دوره؟ هو كان دوره يعمل ايه؟ انا لو على فكره دوره ما كنتش تجيب سيرتي وكام انت كنت تديهم بقى فيدباك ومشعشنط وفيدباك ريسيرز وبتاع المولد اللي هو بيكتب دماغ الطلبه وما تجيش سيره مين؟ بس هو حب يستعجل يقول الديفرنشال امبليفاير اللي شرحه لكم حط وراه ستيج 2 ولا 3 بقت اسمها ايه؟
هو بقى فقال لك بقى الدايره دي بتفيدنا في كيتو وكيتو بسرعه يعني عشان ايه بس احنا هو ده بقى ده الدواء بتشتغل كده. فبناء عليه بقى السؤال بتاعنا احنا دلوقتي اللي بنتكلم عليه هو كان ايه السؤال بقى؟ هيحط بي جي دي يعني بي جي دي ثلاث اطراف بيز وكلكم وايميتر نحطهم ازاي في الدايره بتاعتنا دي لان انت عارف ضمنا ان الدايود ايكويف ترانزستور ممكن يبقى ايكويفالنت لايه؟ لدايود دخلت كده ممكن اوصل الترانزستور بطريقه بحيث تبقى ايكويفالنت لمين؟ لدايود فلو حبيت احط ان هو ده ترانزستور اعمل ايه؟ احط كده ماينس وبلس احط الترانزستور اهو واوصل كده في ريزيستنس وده في انبوت وده جراوند وده في اوت فاضل البيز اوصل البيز بايه؟ تيك كير عشان الترانزستور يشتغل كانه دايود يبقى لازم الجنكشن مين اللي فورورد يعني لو عايز اعمل نفس المعادله هل الجنكشن اللي تبقى فورورد وهل الجنكشن تبقى ريفيرس لو عايز اعمل المعادله دي في الترانزستور هل البيس امتر فورورد والبيس كوليكتور هو الايه؟ هو اللي ريفيرس عشان اضمن المعادله دي فالت فيما عدا بس بالاي اس ساعتها يبقى بتاع مين؟ بتاع الترانزستور مش بتاع الدايود بس كل القصه كده يعني. فلو انت عايز تعمل دي هتعمل ايه بقى؟ مين يبقى الاميتر؟ ومين الكوليكتور؟ والبيس واصل على مين؟ لو عايز بقى تخلي ده كانه بيس اميتر فورورد والتاني بقى ايه؟ ريفيرس. هو التيار الاول لو ده ام بي ان عشان السؤال بس بارد لو ده ام بي ان تمشي التيار ازاي؟ انت عايز تمشيه زي هنا ده كده؟ عايز تمشيه ازاي؟ عايز تمشيه كده؟ خلاص لو عايز تمشيه كده يبقى فين الكوليكتور وفين الاميتر عايز تمشيه في الاتجاه ده الكوليكتور نهائي والاميتر ايه النهائي والبيس فين بقى ايه تحت نعمل فيها ايه دي بقى عايز اخليها ريفيرس يعني اخلي البيس كوليكتور ريفيرس عارفين ان دي بيس خلاص فلو انا وصلت دي كده جراوند وصلتها جراوند يبقى البي بي سي بكام بص بقى على التوصيله اللي بتجمع فيها انت التوصيله دي بتفورس الترانزستور ايه شغال في الاكتيفيشن صح كده؟ يبقى الفيدباك موجود الفيدباك لو موجود يبقى الفي بلس زي مين؟ الفي ماينس فالفي ماينس عليها ايه زي الفي بلس؟ جراوند فلو البيس جراوند يبقى البيس كوليكتور بكام؟ بزيرو ده يضمن ان هي ايه؟ ريفيرس البيس كوليكتور لو الفولت اللي عليها بزيرو يبقى يضمن ان هي ايه؟ ريفيرس يتبقى مين؟ البيس اميتر عشان تبقى فورورد دي كونديشن لازم الفي اوت يبقى بالنيجاتيف ليه بقى لازم يبقى بالنيجاتيف؟ عشان البيس عليها ايه؟ جراوند وبرضه الدروب هنا في حدود كام؟ لو انت اللي بتعوض يعني كان بتعوض بكام؟ 0.7 بدل ما تعوض ب 0.7 هتعوض بايه بقى؟ بالرينج اللي المفروض تشوفه وعلى فكره الرينج في الترانزستور اصغر من الرينج بتاع مين؟ بتاع الدايود لو الفي جاما بتاع الدايود 0.65 التاني بيبقى 0.5 مثلا او 0.6 بكتير بس ما علينا كلهم زي بعض في الارقام تقريبا خلاص؟ تيجي في الامتحانات تقول لك ايه؟ لو ده بي ان بي تعمل ايه؟ عكس ده دلوقتي كده لو ده بي ان بي تعمل ايه؟ كانك عكست مين هنا؟ الدايود بقى هو في البيت قرر كل التوصيله دي. اخيرا بقى كده الدايره فرقها ايه عن الدايره؟ لا يا جماعه الترانزستور اللي انا بشتري ليه برامج اسمها اي اس والفي سيشن ده معروف يعني كلها زي ده في معاد ان ايه؟ ان الاي اس بتاع الترانزستور مختلف شويه عن مين؟ على اس بتاع الدايود بس ستيل هو يعني نفس الاكشن بتاعهم يعني انما في فرق جوهري قدام عينيك بس انت مش شايف هو الاوتبوت هنا الاوتبوت هنا في المساله دي لازم يبقى الرينج بتاعه حوالين كام؟ ماينس 0.7 تعالى شوف بقى الظرف اللي في المساله دي لو انا جيت حطيت لك اهو بوزيتيف فور انت لازم تبقى بوزيتيف بقى دي مش كده البيس كوليكتور ريفيرس ولا فورورد؟ لو حاطط ده نيجاتيف وده جراوند عشان الفيدباك يبقى ده ايه؟ ريفيرس والتاني برضه ما زال ايه؟ فورورد بس ايه اللي ايه اللي سمحت لنفسي بيه بقى؟ انا بقول الفرق ده لازم يبقى في حدود كام؟ وان سبع بس الجهد منهم ايه؟ نيجاتيف يبقى عملت ايه بقى؟ حركت الاوتبوت فين؟ حركت الاوتبوت ناحيه ما انا عايز باستخدام مين؟ النيجاتيف سبلاي ليه؟ بينما هنا غصب عني كان لازم يبقى في حدود كام؟ من ناقص كذا الى ناقص كذا انما هنا ممكن اقول بقى من ناقص قيمة بلس النيجاتيف الى ماينس قيمة تانية بلس النيجاتيف اللي انا حاطه
يبقى كده عملت شيفت للاول، بدل ما هو بيتحرك كله ناحيه البوينت 7 حركته فين؟ هو ما زال حوالين البوينت 7 بس عند اي نقطه بقى؟ عند نقطه ثانيه بيزد على اللي هي كلنا خلاص؟ فدي ميزه الترانزستور عن مين؟ عن الدايود. غير كده كمان الاوب امب ده من جوه عباره عن مجموعه ايه؟ ترانزستور. فمش هيغلب زياده انه يعمل ايه؟ واحد كمان زياده، يعني اللي خلاه عمل في الاوب امب 40 50 ترانزستور يخليهم كام؟ 51 ورايح دماغه يشتغل بدل ما يعملوا ايه بقى؟ دايود. يعني يبتدي البروسيس تختلف. انت في البيت بقى فاينل اسمها لين. طبعا في طلبه والله يسالوني اسئله. قال لك انت بتقول اسمها ايه؟ لوك. بينما طلعت لنا فانكشن اسمها ايه؟ لين. هي ابن اللي فيها دي يقول لك انت بتسميها لنا لوك. يعني انت لازم تلاقي لوك. انت شغال هنا كام؟ انت بتعمل ايه انت الطالب اللي في ثالثه بقى السنه دي عن امك؟ عشان الدايره دي تجيب اللوك. ده بتجيب اللين. انت تجيب اللوك ازاي؟ ده انت خدت في الرياضه، انت في الرياضه مش في الهندسه، الرياضه العاديه، ان في علاقه بين اللوك واللين. صح؟ في علاقه مباشره بين اللوك واللين. اللوك ده للاساس 10 واللين للاساس بتاع كام؟ اللي هو ايه ده؟ ففي علاقه مباشره كونستنت يعني ده كل الحكايه هي لعبه ايه؟ كونستنت. فالكونستنت ده توفره انت ازاي؟ لو هو في كورس انت هيدخل في الموضوع تجيبه انت ازاي بقى؟ عن طريق مين؟ اي اس اف ار او تعمل انت امبليفاير وراك بجين كام؟ بجين اللي هو فيه كورس. لو عايز يعني تحل القصه دي خالص ماشي كده يا جماعه؟ فاينل عشان تمشي. لو الدايود ده جه مكان المقاومه والمقاومه جت مكان الدايود يشتغل ايه؟ ده اسمه لوك او لين يعني. التاني يشتغل ايه بقى؟ انتي لوك اللي هي لين اللي هي اكسبوننشال يعني. يبقى لو عكست ده ما كانت تديني ايه؟ اكسبوننشال. روح انت بقى دلوقتي سلام الله كده. هو ادانا الدايرتين دول ايه؟ لوك وانتي لوك علشان ما عندناش كالكوليتورز يعني ما عندناش حاجه نحسب بيها اللوك واللين ولا عملوها لنا عشان ايه؟ خلي بالك الانبوت اللي داخل هنا فاريبل سيجنال. فاريبل سيجنال او انا مش قيمه مش قيمه ثابته. فبالتالي انت ايه اول مره تنجح تعمل دايره تعمل ايه؟ تحسب لانبوت فاريبل. انما انت لو كنت على الكالكوليتر كنت هتعمل ايه؟ احسب وخلص. وبعدين اعمل ايه تاني؟ دخل الانبوت الجديد وخلص. الشغلانه دي ليها على طول كونتينيو. بس هل ده الابلكيشن الوحيد يعني؟ لو قلت لك اعمل حاصل ضرب. قلت لك اضرب اكس في واي. خد لحد اللحظه دي اللي احنا واقفين فيها مع بعض عشان انهي الموضوع ده. خد دايره بتضرب. خدت دايره بتجمع. خدت دايره بتطرح. خدت دايره بتجيب اللوك. خدت دايره بتجيب الانتي لوك. صح كده؟ ريكتفاير كل اللي يوصل اللي خدته وامبليفاير وديجيتال سيركت وحاجات زي كده. خدت دايره تضرب اشارتين في بعض. لو انا جبت لك اكس واي وخدت لوك للاكس واي يطلع ايه؟ يطلع لوك اكس زائد لوك واي. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ اجيب اكس على لوك على دايره. اجيب واي على دايره، دي تطلع لي لوك اكس والتاني تطلع لي ايه؟ بس خدهم على دايره بتجمع، اللي انت خدتها معايا. يقوم يطلع لك مين مره في الاوتبوت بتاعك؟ لوك اكس زائد واي اللي هو لوك اكس واي. وانت كسبت تحط وراها مين بقى؟ انت لوك